بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في جولة مع الفنان التشكيلي الراقي عبد الملك سراج الباكستاني. طبعا مكتبة السيف هذه بسبت العلاية. طبعا أخي المشاهد، طبعا الصورة تتكلم أمامك الآن والمباشر. طبعا هذا رقمه للتواصل، فنان تشكيلي راقي جدا، هذه أعمال التشكيلية. و طبعا هذه الاعمال التشكيليه، شوف بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يستاهل الزياره، خاصه من لديه شغل او تطوير، خاصه برضو في المباني عنده، اذا كان في مباني وزي كذا او استراحات، لانه عنده لمسات وفنيات بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، أفضل فنان تشكيلي في المنطقة بيني بينك ما شاء الله تبارك الله. وزر وشب نفسك، شوف. طبعا هذه الشهايد اللي حاصل عليها بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا ما طبعا رايح المجدة ولا القدس ولا شوفت عينك، هذه الشهايد اللي حاصل عليها كلها، هذه شهايد شكر من عناقيد ومن المحافظة، هذا هو أمامك. يعطيك العافية، شكرا عبد الملك، شكرا عبد الملك، شكرا أيوه.